أخوات، يمكن يكون في واحد من الشباب يعني عنده كثير جدا من الرسومات اسمه عوض أو محمد عوض قرشوم. محمد عوض هو طفل معوق ولكن هو ماهر جدا في الرسم. يمكن أهله حابين عليه شديد جدا في إنه يعمل حاجة من خلال هذه الرسومات، يمكن يكون شفقانين زيادة ولهم حق طبعا إنه يصل بهذه الموهبة لحاجة يعني تفيده في المستقبل. ونحن بنطمنهم بإنه محمد ده ولد مميز جدا، وبنقول الكلام ده أمام الملأ، ويمكن يكون فيه عبقرية ما مكتشفة، وإذا ما لقى البراح زي ما تكلمنا مع أهله في إنه يطلعوا به يعني غير الغرف المغلقة والتلفزيون، حيطلع أشياء جميلة جدا. بحيي محمد وين ما يكون حاليا، وبقول له نفسي اني اشوفك واتعرف عليك وعلى اهلك. محمد طفل هو عبارة يعني عن معجزة وليس طفل موهوب، يعني الموهبة لا تأتي بهذه الصورة بصراحة. محمد طفل مميز، يمتلك نوع من العبقرية المدفونة. قد يكون عمره حسب ما انا سمعت من حديثك السابق انه عمره توقف نموه بسن معين، ولكن قد يكون هذا التوقف استمر في داخله. يعني هذا محتاج عالم نفسي اكثر مننا احنا، ولكن احنا بنحلل لوحاته فقط. لوحاته هي عباره عن فنان طفل او طفل فنان محترف عبقري، يعني عمره كبير جدا اكثر من عمره الحقيقي باضعاف. الدليل على لوحاته واضح يعني من خلال الفكره العظيمه اللي رسمها بتأثيره في التلفزيون العربي، حتى مجرد أساسيات التشريح عنده يعني معجزة من باب أنه هو منطوي، يعني ما في أساس عم يعلمه وعم يعطيك تشريح غريب بطريقة يعني جميلة جدا. وهذا الشيء بدل على أنه هذا الطفل يجب الاهتمام فيه بأسرع وقت ممكن. حنشوف مع بعض رسومات محمد ونشوف إمكانياته العالية جدا في الرسم، ونتأمل مع بعض يعني هذا الذكاء الغير مرئي للكثيرين. يمكن الناس اللي حوله يكونوا ما مستوعبين المسألة دي كويس، ونتمنى إنه ينتبهوا للمسألة دي ويخلوه يدوح الريت ويوفروا له الألوان ويخلوه، حيفعل أشياء عظيمة جدا محمد. نحن بنحييه مرة ثانية ومع بعض نشوف معرض لمحمد.